في زمن الكاظم لا يوجد تهريب عملة. بلي. زين في زمن الكاظم الحديث كان يطول على هذا الموضوع صح. نعم نعم. ماكو تهريب عملة. أي. ماكو تهريب نفط. أي بس سوى الكاظم يغير منافذ ومطار بالتالي كل اللي سواه رجع الإطار التنسيقي غيره. في زمن الفساد في زمن حكومة الكاظمي ارتفعت أضعاف أضعاف. ساس سراج ساس سراج خلينا نكون واقعين خلينا نكون واقعين خلينا نكون واقعين. هسه مو دفاعا عن الكاظمي، هسه الكاظمي عنده هواية هفوات موجودة في حكومته وننتقده أيضا، بس غير غير وسوى واشتغل بالمنافذ واشتغل بسلطة. لا استاذ ليش هو نور هو مو مخرجات حكومة الكاظمي؟ نور هو مو مخرجات حكومة الكاظمي؟ نعم. ليش هاي السرقات ما تمت؟ سرقة القبيل ليش هو مو في حكومة الكاظمي تمت؟ قل لي مدير الأمانات الأول اللي تحول للجمارك المن تابع؟ استاذ سراج فدوة من هو؟ مدير هيئة الأمانات. والله ما أعرف أنا، حسين شاكر كان تابع لحزب أو جهة، ما اعرف هذا تابع لحزب. يعني هي قوانين وتشريعات، يعني هو حتى اذا كان تعرف هو هذا النظام العراقي تو نظام توافق هاي ارجع اكو تقرير يعني موجود بصحيفه الجارديان تقدر تقراها وتعرف المن تابع. مشكله احنا مو مشكله ناخذ اخبارنا من الخارج، مشكلتنا ونسويها قران.